تحية طيبة مشاهدي الكرام، الثامنة مساء بتوقيت غرينتش. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من التلفزيون الموريتانية. أصحابكم فيها أنا محمد والحيو، أستهلها معكم بأبرز العناوين. الوزير الأول يتسلم رسالة من الرئيس المالي، موجهة لرئيس الجمهورية، ويستقبل قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم. أرباب العمل وعمال الجورنالية في نوادي بوزوارات يتوصلون لاتفاق ينهي الإضراب الذي نظمه العمال للمطالبة بتحسين أوضاعهم. خلال زيارته لبعض المنشآت الصحية بأبي تلميذ، وزير الصحة يؤكد خلو بلادنا من أمراض الحمى القلاعية والنزيفية والحمى الصفراء. وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان يعلن قرب تشغيل منصة رقمية جديدة للبث ستمكن جالياتنا في الخارج من متابعة برامج التلفزة والإذاعة الوطنيين. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. وجه رئيس الجمهورية سيد محمد والعبد العزيز اليوم برقية التهنئة التالية إلى رئيس جمهورية أذربيجان سيد إلهام علييف بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، وهذا نص البرقية. صاحب الفخامة بمناسبة احتفال جمهورية أذربيجان بعيدها الوطني، يسعدني أن أعرب لكم باسم الشعب والحكومة الموريتانيين وباسم الخاص عن حر التهاني وأطيب التمنيات بمفر الصحة والسعادة لكم شخصيا وبالمزيد من التقدم والرخاء للشعب الأذربيجاني الصديق، وأؤكد لكم حرصنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميز القائمة بين بلدينا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين. وتفضل صاحب الفخامة والأخ الصديق بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام، أخوكم محمد والعبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. كما وجه رئيس الجمهورية سيد محمد والعبد العزيز اليوم برقية التهنئة إلى صاحب الفخامة السيد إيفيجيو سيبوفيتش بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. جاء فيها صاحب الفخامة بمناسبة احتفال جمهورية كرواتيا بعيدها الوطني، يسعدني أن أعرب لكم باسم الشعب والحكومة الموريتانيين وباسم الخاص عن حر التهاني وأطيب التمنيات بمفر الصحة والسعادة لكم شخصيا وبالمزيد من التقدم والرخاء للشعب الكرواتي الصديق، وأؤكد لكم حرصنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين بلدينا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين. وتفضل صاحب الفخامة والأخ الصديق بقبول أسمى آيات التقدير، أخوكم محمد والعبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. تسلم الوزير الأول الدكتور مولاي محمد الأغلب ظهر اليوم رسالة من الرئيس المالية السيد توكوندي تراوري، وجه لرئيس الجمهورية سيد محمد والعبد العزيز، وذلك خلال استقباله للمبعوث المالي الخاص السيد تيبلي دراما. حضر اللقاء السيد علي والعيسى مدير ديوان الوزير الأول، والسيد وان عبد الله مستشار برئاسة الجمهورية، وسفير مالي في موريتانيا سعادة سيد سليمان كوني. وبعيد اللقاء أوضح المبعوث المالي في تصريح للتلفزة الموريتانية أن الرسالة تتعلق بتطورات الوضع في شمال مالي وعزم حكومة بلاده تنظيم انتخابات رئاسية والتزام المجموعة الدولية بدعم إجراء هذه الانتخابات. وأضاف أن الحكومة المالية قد أطلقت في هذا الصدد سلسلة من المفاوضات مع كافة مكونات الشمال اقتناعا منها بأن حل مشكل الشمال يتطلب إشراك الجميع. كما وجدنا أيضا، يضيف المبعوث المالي، من المناسب إشراك جيراننا، الشيء الذي يبرر وجودي في موريتانيا اليوم لإطلاع المسؤولين على جديد التطورات في هذا المجال. وقال إن الوزير الأول أكد له التزام موريتانيا بدعم هذه الجهود. كما استقبل الوزير الأول الدكتور ملايو محمد الأغلب ظهر اليوم بمكتبه الجنرال دافيد رودريغيز قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم.
جرى اللقاء بحضور السادة علي والعيسى مدير ديوان الوزير الأول، العقيد إبراهيم فالو الشيباني قائد المكتب الثالث بالقيادة العامة لأركان الجيوش، العقيد محمد والمحمد الوختار قائد المكتب الثالث بالقيادة العامة لأركان الجيوش، جو أليون باول سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في نواكشوط. وبعيد اللقاء أدلى الجنرال الأمريكي لتلفزة الموريتانية بالتصريح التالي. Yes, sir. This is my first visit to Mauritania. زيارة لنا في موريتانيا، والتقيت بقائد القوات المسلحة، التقيت بوزير الدفاع والوزير الأول، وناقشنا مواضيع مهمة خاصة فيما يخص التعاون العسكري وفيما يخص الأمن في المنطقة. احتضن مقر مجلس الشيوخ صباح اليوم اجتماعا لاعضاء مكتب الرؤساء تحت رئاسه السيد محمد الحسن الحاج رئيس مجلس الشيوخ، وقد خصص الاجتماع لنقاش بعض مشاريع القوانين المقدمه من طرف الحكومه. مثلت الحكومه في الاجتماع مثلت الحكومه في هذا الاجتماع من طرف وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد محمد يحيى الحرمه. احتضنت قاعة المداولات لمجلس الشيوخ جلسة علنية لدعي مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بخفر السواحل الموريتاني، فيما يتعلق الثاني بالاتفاق المشي للوكالة الإفريقية لمواجهة المخاطر المعتمد في بروتوريا الموقع من طرف حكومة بلادنا. ترأس هذه الجلسة العلنية نائب رئيس مجلس الشيوخ الشيخ سيدنا علي والمحمد خونة. كما احتضن مجلس الشيوخ الاجتماع الشهري العادي تحت رئاسة السيد محمد الحسن والحاج رئيس مجلس الشيوخ. توصل أرباب العمل وعمال الجرلانية في العاصمة الاقتصادية ليلة البارحة لاتفاق ينهي الإضراب الذي بدأه هؤلاء العمال منذ أسبوع للمطالبة بتحسين أوضاعهم. وتضمن الاتفاق إلزامية تسهيل عمال الجرلانية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وزيادة علاوة السكن إضافة إلى دفع رواتب الشهر الإضافي تحفيزا للعمال ابتداء من مايو الجاري. وثمن ممثل الطرفين بالمناسبة الجهود التي بذلت من طرف الجميع والتي مكنت من التوصل إلى حل نهائي. أفضل الحوار الذي دخلت فيه المؤسسات المشاغلة لما يعرف بالعمالة الباطنية بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم على مستوى ولاية داخت مواليبو بتوقيع اتفاق بين الجانبين تم برعاية وإشراف من السلطات الإدارية بولاية داخت مواليبو. ومن بين بنود الاتفاق بين العمال والمؤسسات المشاغلة التي تزيد على 20 بن واديبو تكفل هذه المؤسسات بتسجيل العمال الذين يزيد عددهم على 1400 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وزيادة علاوة السكن وأمور أخرى. لهذا الاتفاق اللي خلق الحمد لله هدانا لمولانا لنصلح لأجل هذا التكافل الاجتماعي لهذه كافة المسلمين تعيش موريتانيا كامل، وهذا فضل يرجع لرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. نديب العمال ثمنوا هذا الاتفاق في تلبية مطالبهم والجهود التي بذلتها الدولة من أجل تحقيق هذه المطالب. بالنسبة لي هذا الاتفاق يمثل عندي مكسب عظيم، توصلنا له احنا وأرباب الأعمال اللي تابعين لهم وبإشراف من والي داخلة مواليبو، وقطعا عودنا على جميع اتفاقيات دائمة أعلنا ما قد وقعنا في إضراب، ما تعاطفوا معنا وتعاطفوا معهم كاملين إلين أجبرنا اتفاق، وبجهودهم اللي قيمة قام بها قائد حاكم المقاطعة باللي كان هو اللي يحاورنا احنا ويحاورهم هم وجابرنا معهم عدة مرات قاع سابق الإضراب، ومن وقعنا في الإضراب ملي نعتلنا لا علينا يرتن أودو مسؤولين ما مسؤوليتنا ولا نعتلنا علينا سلطة عندهم علينا قوة، والله يرتهم يعدلونا والله يرتهم يزعزعونا.
وحنا نعتنا لهم اللي علينا المواطنين. واش تقول للعمال؟ هنا تيا من المنبر نقول للعمال على انهم دائما يالتهم يتحلوا بالمسؤوليه، يالتهم يتحلوا بالحوار. اتفاق تم التواصل اليه بتراب الطرفين، وما سيمكنهم من طي صفحة الماضي والدخول في معترك العمل الجاد في كنف الأمن والاستقرار. ودائما في زويرات، حيث توصل أرباب العمل وعمال الجورنالية في العاصمة الاقتصادية ليلة البارحة اتفاق يلهي الاضراب الذي بدأ هؤلاء العمال منذ أسبوعين للمطالبة بتحسين أوضاعهم. وتضمن الاتفاق إلزامية تنزيل عمال الجورنالية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وزيادة علاوات سكن إضافة إلى دفع رواتب شهر إضافي تحفيزا للعمال ابتداء من فاتح مايو. وتمنى ممثل الطرفين بالمناسبة الجهود التي بذلت من طرف الجميع والتي مكنت من الوصول إلى هذه النتيجة. ويأتي هذا الاتفاق على خلفية التظاهرة التي نظمها أمس عمال الجورنالية والتي كانت في بدايتها سلمية قبل أن تتسلل إليها عناصر مشاغبة قامت بتجاوزات لا علاقة لها بالمطالب المطروحة وأدت إلى الفوضى، كما ألحقت أضرارا بمكاتب وممتلكات عامة من تجهيزات وسيارات. وقد تدخلت القوات المسلحة وقوات الأمن نتيجة لذلك وبسطت السيطرة الكاملة على الوضع بالمدينة. أكد وزير الصحة خلو بلادنا من أمراض الحمى القلاعية والنزيفية والحمى الصفراء. جاء ذلك خلال تفقد الوزير الأمني لبعض المنشآت الصحية بمدينة أبي تلميذ، شملت مستشفى حمد بن خليفة والمركز الصحي بالمدينة. بالمناسبة عقد الوزير اجتماعا بالطاقم الطبي تمحور حول الوضعية العامة لقطاع الصحة في البلد، وذلك إثر تسجيل حالات وفيات في بعض ولايات الوطن إثر موجة الحر التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا. شكل مستشفى حمد بن خليفة بمقاطعة بوتلميت المحطة الأولى من زيارة وزير الصحة السيد أحمد والحدمي والجلفون للمؤسسات الصحية بالمقاطعة. ففي مختلف أجنحة هذا المستشفى تجول السيد الوزير واستمع من القائمين عليه إلى شروح حول الخدمات التي يقدمها والتخصصات التي يحتويها، كما عاين السيد الوزير المعدات والتجهيزات المتوفرة لدى هذا المستشفى. مشاكل هذه المؤسسة الصحية ومطالب العمال فيها لم تغب عن هذه الزيارة، حيث طرحت مجمل هذه المشاكل على السيد الوزير الذي وعد بالبحث لها عن حلول مناسبة وفي أسرع وقت. واختتم السيد الوزير زيارته للمستشفى باجتماع مع الطاقم الطبي. وخلال هذا الاجتماع تحدث وزير الصحة السيد أحمد والحدمي والجلفون عن الأهمية التي يحظى بها قطاع الصحة في البلاد، والإمكانيات البشرية والمادية التي ترصدها السلطات العمومية لهذا القطاع. وحول الوفيات التي سجلت مؤخرا في بعض ولايات الوطن، أوضح السيد الوزير أن قطاع الصحة وبتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز بادر باتخاذ الإجراءات اللازمة فور إشعاره بهذه الوفيات، حيث سارع بإرسال بعثات طبية تحمل المعدات والأدوية الضرورية لهذه المناطق. وأضاف السيد الوزير أن التحاليل الطبية أثبتت أنه لا يوجد أي وباء، وأن الحالات التي تم تسجيلها ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وأن أغلب أصحابها من المسنين. وأكد على ضرورة التحري في المعلومات التي يتم تناقلها، مشددا على أن الوضعية الصحية في البلاد خاصة في المناطق التي سجلت بها حالات وفيات تحت السيطرة، وأنه شخصيا زار هذه الولايات للاطلاع على الوضعية الصحية بها، مضيفا أن 48 ساعة الماضية لم تسجل فيها أي حالة وفاة جديدة. وطالب وزير الصحة الطاقم الطبي في مدينة بوتلميت ببذل كافة الجهود لتقديم خدمات طبية مناسبة للمرضى ومنحهم العناية واللطف اللازمين، مضيفا أن المستشفيات الوطنية يجب أن تكون في وضعية تنافسية إيجابية، وهو ما يجب أن يجسده مستشفى حمد، يقول السيد الوزير. ووعد بالتعاون مع إدارة المستشفى سواء على مستوى التكوين أو المعدات أو الأدوية أو غير ذلك من مجالات التعاون. المحطة الثانية من زيارة وزير الصحة كانت المركز الصحي بمقاطعة بوتلميت، حيث زار السيد الوزير صيدلية المركز وتفقد الأدوية التي تحتويها، كما تجول في بعض الأقسام الأخرى وقدمت له شروح حول سير عملية التلقيح بالمقاطعة. وأوصى السيد الوزير بالمحافظة على تجهيزات ومعدات المركز والمواد الغذائية المخصصة للأطفال التي أكد على ضرورة وضعها في ظروف مناسبة تضمن استمرار صلاحيتها.
وكانت هذه الزيارة مناسبة لتقديم توجيهات عامة للقائمين على المنشآت الصحية في مقاطعة بوتليميت من أجل توفير خدمات علاجية مناسبة لمرتادي هذه المنشآت. وكان وزير الصحة قد أشرف صباح أمس بمدينة كيفا على انطلاق الحملة الوطنية المندمجة للتلقيح ضد شلل الأطفال وتقديم جرعة فيتامين أليف ومضادات الطفيليات. وتتزايد هذه الحملة المنظمة بالتعاون مع بعض شركاء في تنمية الأطفال من 0 إلى 5 سنوات. هكذا أعطى وزير الصحة السيد أحمد والحدمي والجلفون إشارة الانطلاق الرسمية للحملة الوطنية المندمجة للتلقيح ضد الشلل وإعطاء جرعة الفيتامين ألف ومضادات الطفيليات بالمركز الصحي بمدينة كيف. وتستهدف هذه الحملة الأطفال من 0 إلى 5 سنوات، حيث ستمكن اللقاحات المقدمة للأطفال من الحماية من الشلل، إضافة إلى تزويد المستهدفين بمضادات ضد الطفيليات وتقديم جرعات خاصة من الفيتامين ألف. وقد تابع وزير الصحة عرضا فنيا عن الحملة على مستوى ولاية الأصابع، حيث تم التعبئة 220 فريقا تستهدف أزيد من 61 ألف طفل، كما تم وضع 74 ألف جرعة للتلقيح تحت تصرف الفرق و 52 ألفا و 860 جرعة من الفيتامين ألف. انطلاقة الحملة على مستوى ولاية الأعصاب تميزت بعرض سكتشات توعوية تؤكد على أهمية أخذ التلقيح والجرعات في الوقت المناسب. وقد حضر هذه التظاهرة بمدينة كيفا عدد من الشركاء في التنمية إضافة إلى السلطات الصحية بالولاية. أشرف الأمين العام لوزارة الصحة دكتور المختار والحند صباح اليوم بمركز استطباب الأم والطفل في المبشوط على انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمكافحة النواسير الولادية، ويهدف هذا اليوم إلى حشد المناصرة للعلاج والوقاية من النواسير الولادية والتكفل بها مع خلق الوعي الضروري بخطورة هذه المعضلة على كافة المستويات. معا للقضاء على العار والعزلة والنواسر الولادية، تحت هذا الشعار يأتي تخليد أول يوم عالمي للقضاء على النواسر الولادية، ويهدف هذا اليوم إلى حشد المناصرة للعلاج والوقاية من النواسر الولادية والتكفل بها بصفة إجمالية وخلق الوعي الضروري بخطورة هذه المعضلة على كافة المستويات، إضافة إلى تعبئة الشركاء لدعم الحملات الوطنية للقضاء على النواسر الولادية. نأمل أن تساهم الخطة الوطنية لتنمية الصحة في الوصول إلى النتائج التالية: أولاً، خلق مناخ ملائم لمكافحة النواسير الولادية. ثانياً، زيادة توفر وجودة العلاجات الولادية على كافة مستويات الهرم الصحي للتمكين من خفض النواسير الولادية. ثالثاً، تفعيل مراكز التكفل الطبي الجراحي في عموم البلاد بمدها بالموارد البشرية والتجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية. رابعاً، تعبئة المواطنين بهدف خلق مسلكيات ملائمة للصحة والحد من عوامل خطر الإصابة بالنواسير كالزواج والحمل المبكرين والولادة في المنزل والمخاض المديد وعسرة الولادة. خامساً، تعبئة مهني الصحة على ضرورة الوقاية من النواسير الولادية وتشخيصها المبكر وإحالتها إلى مراكز التكفل المناسب. ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في بلادنا السيد تشارنو عثمان كوليبالي قال إن عدد النساء المتأثرات بهذا المرض يبلغ 2 مليون امرأة عبر العالم، ومعظم هذا العدد يوجد جنوب الصحراء، حيث يبلغ عدد الإصابات ما بين 50,000 إلى 100,000 للسنة، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مستقبلا نظرا لضعف التغطية الصحية في هذه البلدان. ولمواجهة هذه الظاهرة، فإن صندوق الأمم المتحدة للسكان أطلق حملة عالمية من أجل القضاء على هذا المرض. وقد تابع المشاركون فيلما وثائقيا حول تجربة موريتانيا في القضاء على النواسير الولادية، كما تم توقيع اتفاقية تدعم حملة مكافحة النواسير بين بلادنا وشركائها في التنمية والقطاعات المعنية. احتضنت مدينة زويرات أشغال يوم لمتابعة تنفيذ نتائج الطاولة المستديرة لتنمية ولاية تيرزامور وآفاقها المستقبلية،
أوضح وزير الداخلية والمركزية السيد محمد والبيليل أن تنظيم هذه الطاولة يكرس التنفيذ الفعلي للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد والعبد العزيز بخصوص تنمية الولاية، كما يعكس العناية الخاصة التي يوليها للتنمية الجاوية باعتبارها إطارا مثاليا لاستغلال الموارد المحلية. شكل عرض نتائج تنفيذ 50 مشروعا بكلفة بلغت 27 مليارا من الأوقية من قبل خبراء وطنيين أهم محاور أشغال يوم متابعة تنفيذ توصيات الطاولة المستديرة لتنمية ولاية ترس زمور الذي نظمته السلطات الإدارية والمحلية بحضور ممثلي شركاء بلادنا في التنمية. حفل افتتاح أشغال هذه التظاهرة تميز بكلمة لوزير الداخلية واللامركزية السيد محمد والبليل، أوضح خلالها أن تنظيم هذه الطاولة في ولاية تيرس الزمور يكرس التنفيذ الفعلي للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد والعبد العزيز. يقول السيد الوزير: وهو دليل كذلك على العناية التي توليها السلطات العمومية للتنمية الجهوية باعتبارها إطارا مثاليا لاستغلال الموارد المحلية لتطلع بدون الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. بدوره تحدث وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عن التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد في شتى المجالات. باهين نركز على نقاط تتعلق بالتحولات اللي تشهدها موريتانيا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونقول عن هذا اللقاء اليوم اللي جاي بعد 15 شهر من انعقاد الطاولة المستديرة يعتبر وقفة تأملية لمعرفة المسيرة اللي فات تم قطعها في سبيل تحقيق الأهداف اللي رسمت هذيك الطاولة المستديرة اللي انظمت في ديسمبر 2011. وهذه الوقفة تقد تنقرا عنها عندها عدة أبعاد، ولهناك بعض منهم خمسة. البعد الأول هو عن التنمية القاعدة موريتاني، بدل من عنها تعود تجي من نواكشوط للولايات، عادت تتم تنطلق من الولايات لأنهم هم أدرى باحتياجاتهم وأدرى بالقضايا اللي تصلح لهم وأدرى بالمشاكل المطروحة لهم. والي تيرس الزمور تطرق للنتائج التي تحققت من خلال هذه الطاولة وانعكاسها الإيجابي على السكان المحليين. إن النتائج الكبيرة التي تم حصول عليها ما كان لها أن تتحقق لولا العناية الفائقة والتوجيهات السامية لصاحب الفخامة السيد محمد بن عبد العزيز، الذي حرص شخصيا على أن تظل الإدارة في خدمة المواطن وأن تكون أداة تنمية فعالة في النهوض بالمقدرات الاقتصادية المحلية لما لها من أثر إيجابي كبير على تحسين ظروف المعيشية للسكان. عمدة بلدية الزورات السيد يعقوب السالم فال سجل باسم سكان الولاية ارتياحه للنتائج التي تحققت. اسمحوا لي أن أعبر لكم عن مدى امتناني وغبطتي وأنا أرى أمامي جمعكم الكريم يلتئم اليوم ليقيم جهود التنمية ظلت ريضحا طويلا من الزمن أمالا مشروعة حكم عليها اليأس أن لا تتحقق لولا العناية الفائقة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز لتنمية البلد بصفة عامة والنهوض بولاية تيرس زمور بصفة خاصة. رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لتنفيذ توصيات الطاولة المستديرة السيد حمادي والميمو تحدث عن الآليات التي تم بها تنفيذ هذه الطاولة، مشيدا بتعاون كافة الشركاء في إنجاز هذا العمل. هي إذن حصيلة 15 شهرا من العمل الجاد لأربع لجان شكلت لدراسة ومتابعة مختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية على مستوى ولاية تيرس زمور، لتشفع التظاهرة بفتح مجال أمام الحضور لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول مختلف مراحل إنجاز هذه المشاريع. أعلن وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد محمد يحيى والحرمة أن بدأ تشغيل منصة البث الرقمية الجديدة المقرر ابتداء من 31 من مايو الجاري، سيتوقف معه التوزيع الأولي لبرامج التلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا على الحزمة سي عبر المحطة الأرضية القديمة، وذلك للانتقال من خدمة البث الرقمي على القمر الصناعي أرابسات 4 إلى القمر الصناعي بدر 5. جاء ذلك خلال نقطة صحفية أكد فيها وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان أن هذا الإجراء يدخل ضمن الإصلاحات الجوهرية التي يشهدها القطاع السمعي البصري في بلادنا.
جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف باتحاد المغرب العربي. هو تحول جديد في مجال الفضاء السمعي البصري تعيشه بلادنا، وهي تواكب التطورات السريعة في عالم الاتصال. يتعلق الأمر هنا بإعلان وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد محمد يحيى الحرمة أن قطاعه اتخذ كافة الإجراءات الفنية الضرورية لانتقال بث برامج إذاعة موريتانيا والتلفزة الموريتانية وإذاعة القرآن الكريم من تغطية القمر الصناعي بدر 4 إلى القمر الصناعي بدر 5، وذلك انطلاقا من منصة البث الرقمي التي حصلت عليها بلادنا بموجب عقد اتفاق موقع في فبراير 2012 بين بلادنا ومؤسسة عربسات الدولية. لا شك أنكم تعلمون أن الحكومة الموريتانية قررت السعي قدما في سياسة إعادة هيكلة وعصرنة القطاع السمعي البصري والرقي بالبلاد إلى مصافي الأمم التي تستفيد من الثروة التكنولوجية، التقدم التكنولوجي وما يتيحه من فرص الاتصال اللامتناهية. وهذه لعمري أولوية بالنسبة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، الذي يرى في تطور القطاع السمعي البصري مساهمة إيجابية في تكريس التعددية السياسية وتوطيد الوحدة الوطنية وترقية حرية التعبير وترسيخ المواطنة والقيم الديمقراطية. وفي هذا الإطار اتخذت حكومة معالي الوزير الأول الدكتور مولاي محمد الأغلف جملة من الإجراءات، من بينها على الخصوص إصدار القانون المكرس لليبرالية الفضاء السمعي البصري، عدم تجريم الصحافة، تنظيم الصحافة الإلكترونية، وإنشاء صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، وإنشاء 3 شركات خدمة عمومية، إذاعة موريتانيا والتلفزة الموريتانية والبث الإذاعي والتلفزي، ومنح 10 رخص ل5 قنوات تلفزية و5 محطات إذاعية خاصة. وللتذكير هناك محطة أرضية تعمل في الحزمة سين ولا صاد منذ 2002، وكانت تؤمن نقل البرامج إلى شبكة البث الأرضي داخل البلاد وإعادة بث البرامج على القمر الصناعي بدر 4 تابع لعربسات ضمن باقة عربسات التي تبث من الأردن. لقد بقيت خدمة هذا الإرسال الوسيلة الوحيدة التي استطاعت عن طريقها جالياتنا في إفريقيا وباقي العالم الواقع خارج تغطية القمر الصناعي بدر 4 استقبال برامج الإذاعة والتلفزة الموريتانيتين، ولكن خارج نظام الباقة وبمعدات مكلفة هوائيات تجاوز قطرها 3 أمتار. وفي فبراير 2012 تم التوقيع على عقد مع عربسات يتم بموجبه اقتناء منصة رقمية للبث على الحزمة كيو، وهي ما يمكن اليوم شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني من بث باقة موريتانية تتكون من برامج 14 قناة فضائية و15 إذاعة بصفة مباشرة عبر القمر الصناعي انطلاقا من منصتها الرقمية الموجودة في نواكشوط. ومع بدء تشغيل المنصة الجديدة سيتوقف التوزيع الأولي لبرامج التلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا على الحزمة صاد سي عبر المحطة الأرضية القديمة ابتداء من 31 مايو الجاري، أي بعد 2 يوم من الآن. ولهذا الغرض اتخذت الإجراءات الضرورية لانتقال هذه الخدمة منذ 15 مايو 2013 إلى القمر الصناعي بدر 5. وتجدر الإشارة إلى أنه تم التكفل ببث برامج القناتين الأوليين لتلفزة والإذاعة الموريتانيتين على القمر الصناعي بدر 4 منذ فاتح يناير 2013 انطلاقا من الباقة الموريتانية. وينضاف إلى ذلك التوقيع مع عربسات على ملحق لعقد اتفاق اقتناء المنصة الرقمية يتم
بموجبه دمج برامج القناتين الأوليين للتلفزة والإذاعة الموريتانيتين وإذاعة القرآن الكريم في باقة قنوات عربية وإفريقية دولية تبث على الحزمة صاد سي وتغطي القارة الإفريقية بأكملها وجزءا كبيرا من أوروبا وآسيا تصل إلى السويد وتركيا وأوكرانيا وجورجيا وأرمينيا وأفغانستان إلى جزء كبير أيضا من الهند والصين. السادة الوزراء، أيها السادة والسيدات، إن هذه التغطية الأولى من نوعها في موريتانيا من شأنها أن تضع حدا نهائيا للعزلة الثقافية والحضارية والإعلامية لعدد كبير من أفراد جالياتنا المقيمين في هذه المناطق البعيدة، حيث أصبح بمقدورهم اليوم استقبال برامج القناتين الأوليين الموريتانيتين ولأول مرة برامج إذاعة القرآن الكريم مع جودة في الصورة والصوت عن طريق استخدام هوائيات لا يتعدى قطرها متراً فاصل 4 على أقصى تقدير. وهكذا ستربط هذه الجاليات الهامة حيث وزنها الديمغرافي ودعمها للاقتصاد الوطني عبر التحويلات التي يقوم بها أفرادها لوطنها الأم وبقيمتها الثقافية وتراثها الحضاري، كما ستمكن هذه التغطية سكان الدول الصديقة المعنية من الاطلاع على ثقافتنا بتنوعها وثرائها. وستلي هذه الخطوة الأولى إمكانية متابعة أفراد جاليتنا بالخارج برامج كل الفضائيات والمحطات الإذاعية الأخرى بالبلد بفضل الإشارة الجيدة والتجهيزات الفنية رخيصة الكلفة، وبالإضافة إلى عملية تقييد السكان في الوطن وأفراد جالياتنا في الخارج تترجم توسعة التغطية التلفزية والإذاعية مدى الأهمية التي يوليها فخامة الرئيس السيد محمد بن عبد العزيز لمواطنينا في ديار المهجر والذين عانوا لعقود طويلة من صعوبات جمة في إعداد وثائقهم المدنية ومتابعة أخبار البلد والبرامج التي تقدمها القنوات التلفزية والإذاعة الوطنية. التفاصيل الفنية حول التحسين الوشيك لتغطية الإذاعية والتلفزية عبر الأقمار الصناعية بينها المدير العام لشركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني السيد الجيه والسداتي في عرض فني أكد فيه أن التحول الجديد سيمكن جالياتنا في الخارج ومشاهدي التلفزة الموريتانية ومستمعي إذاعتي موريتانيا والقرآن الكريم من استقبال المادة الإعلامية في كامل القارات الإفريقية وفي جزء من أوروبا وآسيا وفي العديد من الدول الأخرى البعيدة جغرافيا من مصدر البث في نواكشوط. بدأت اليوم في نواكشوط عمل ورشة إعلامية لتحسيس حول تقييم مطابقة الجودة منظمة من قبل وزارة التجارة والصناعات والصناعات التقليدية والسياحة، وذلك في إطار برنامج دعم التجارة والقطاع الخاص الممول من طرف الاتحاد الأوروبي. ويهدف اللقاء إلى تزويد المشاركين بمعرفة حول سبل الكفيلة للاستفادة من عمليات تقييم المطابقة على الجودة وتحسين أداء اللجان الوطنية المعنية بالصفقات العمومية وتصنيف المقاولات وتقييم الأثر البيئي. تشكل هذه الورشة أول محاولة لإدخال نتائج تقييم المطابقة في تحسين أداء الخدمة العمومية، ويتابع المشاركون فيها على مدى يومين عروضا نظرية وتطبيقية حول تقييم المطابقة وأهميتها وما تقدمه من ضمانات مؤكدة للجهات المعنية بصفة خاصة ومن انعكاسات إيجابية على المؤسسات بصفة عامة. لا شك أن بلادنا تكتنف اليوم على ما يناهز 20 مؤسسة وطنية حائزة على شهادة الكفاءة بمتطلبات نظم الجودة وفقا لمواصفات المعايير الدولية ايزون 9001، بينما لا نوجد إلا مؤسسة وطنية واحدة هي شركة سنيم قد استطاعت الحصول على شهادة الكفاءة في متطلبات معايير حماية محافظة على البيئة ايزو 14001، وهي بالطبع نسبة ضعيفة مقارنة مع ما هي عليه في دول شبه المنطقة، الأمر الذي يستوجب منا جميعا تضافر الجهود والتوجه بالدعوة إلى كل المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص بغية البدء
في تطبيق متطلبات معايير نظم الجودة سبيلا إلى ضمان المزيد من الشفافية والمصداقية والرفع من مستوى الكفاءة وحماية المستهلك. كما أنتهز الفرصة لدعوة جميع المؤسسات العاملة خصوصا في المجالين المنجمي والنفطي إلى إدخال تطبيق متطلبات نظم حماية البيئة انسجاما مع المعايير الدولية. وخلال يومي اللقاء سيتوزع المشاركون على لجان مصغرة تناقش بشكل معمق السبل الكفيلة بالاستفادة من عمليات تقييم المطابقة على الجودة وتحسين أداء اللجان الوطنية المعنية بالصفقات العمومية وتطبيق المقاولات وتنمية الأثر البيئي. من نشاطات الأحزاب السياسية في هذه النشرة، أعلنت مجموعة من أطر الشجار بولاية البراكنة انضمامها لصفوف حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي. وقد جاء هذا الإعلان خلال تظاهرة سياسية تم خلالها استعراض الأسباب التي أدت إلى انضمام هذه المجموعة لحزب الوئام، والتي من بينها التشبث بالمشروع المجتمعي للحزب وبرامجه وخططه في مجال التنمية. وقد رحب رئيس الحزب السيد بيجل والهميد بهذه المجموعة واستعرض مواقف حزبه من مختلف القضايا واستعداده لخوض الانتخابات التشريعية والبلدية. كما كانت هذه التظاهرة مناسبة للمتحدث باسم المجموعة وقيادات الحزب الذين تناولوا رؤية الحزب لمختلف قضايا الساحة. وقد أكد سيد بيجل والحميد رئيس الحزب أن حزبه يعتمد على الحوار منهجا لحل كافة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية ويستمد قوته من أصوات الشعب الموريتاني. باسم الأخوة اللي معايا شاكر شجار على الاستقبال اللي عدلونا اليوم، وشاكرهم هم اللي على هذا القرار اللي مهم اللي شجاع، لأن قلي لحد اليوم ما جاد عليه البلد يعود كان في حزب حاكم ويقوم وقت حزب معارض. هذا اللي عنه مهم، ومعناها عنه فهم وعي سياسي وفهم قناعة بذا اللي مبارك معه. إذا شاكر المسؤولين اللي شرفونا احنا بالوئام بذا القرار اللي تلقاه النبي اليوم، وراجي إن شاء الله عنا كيف قالوا في المستقبل ذاك المهرجان اللي له يعدلوا نحضروا له ونعبروا عن مواقفنا وعن اهتمامنا بهذا البلد وعن اللي لودوله لا تقدم البلد. احنا كيف تعرفوا قلت لكم راك عنا حزب معارض يا قار، دائما نقول المعارضة المسؤولة، ما أنا من الأحزاب اللي يقول الكلام الخاسر للمسؤولين، لأن القضية ما هي قضية أشخاص، قضية مواقف وقضية مبادئ، وعندنا برامج ما هو واحد مع البرنامج المبارك معه، وإحنا مقرشين عن برنامجنا لذا البلد اللي هو اللي في مصلحة البلد. ومن نشاطات الأحزاب السياسية دائما، أعلنت مجموعة من شباب قرية المنى التابعة لبلدية أم الأحياض انضمامها إلى حزب اللقاء الديمقراطي. وأكدت المجموعة أن قرارها جاء بعد دراسة متانية لساحة السياسية واقتناعها بالرؤية التي يتبناها الحزب للتعاطي مع الشأن العام. رئيس حزب اللقاء الديمقراطي سيد محفوظ البتاح عبر عن ارتياحه لانضمام المجموعة الشبابية واضحا أنه يشكل مبعثا للفخر بالنسبة للحزب ورهانته المستقبلية. أي حزب سياسي توجه للشباب وتبنى معناه أنه مشروع المستقبل، ورهانات المستقبل كيف تعرفوا رهانات حيوية بالنسبة لمجتمعنا وشعبنا، ولاية قد يحقق هنا الشباب، وانضمام مجموعة الشباب اليوم من قرية المنى في بلدية أم الأحياض في مقاطعة العيون أكبر دليل على تطور الوعي لدى شبابنا في كافة أرجائه.
هذه المنطقة اللي منها الشباب منطقة مهمة وحيوية بشبابها بالطبع وبمقدراتها وعليه انضمام الحزب الديمقراطي الوطني يزيدنا قناعة بأن مشروع وطني فعلا والناس في كافة أرجاء البلد متبنيته ومتوجهة شريط أخبار الإعلانات شعب الموريتاني هذه الإعلانات اثنين رهان للنقابة الديمقراطية ورهان التنمية رهان الديمقراطية لا يتحقق إلا بشعب الموريتاني لا يتحقق إلا بالشباب. نظمت مساء أمس في نواكشوط كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط ندوة علمية تحت عنوان مكانة موريتانيا ودورها في منطقة ساحل، وتم خلال الندوة تقديم محاضرات أبرزت الدور الريادي لموريتانيا في منطقة ساحل باعتبارها همزة وصل وملتقى التبادل الثقافي. كانت موريتانيا ودورها في منطقة الساحل تحت هذا العنوان نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط ندوة علمية سعيا منها إلى إبراز الدور الريادي لموريتانيا في المنطقة والتذكير بأبعاده الاستراتيجية والسياسية والثقافية والاجتماعية والتواصلية وإنارة الرأي حول هذه الأبعاد التي شكلتها حقب التاريخ وجعلت موريتانيا همزة وصل ورافدا أساسيا من الروافد التي صنعت ماضي منطقة الساحل. لقد ظلت موريتانيا دوما رافدا مهما من بين الروافد التي صنعت ماضي منطقة الساحل، فمنها انطلق الفاتحون فنشروا تعاليم الإسلام السمح، ومنها أشرقت العلوم والمعارف التي تشهد عليها مخطوطات وآثار المنطقة وتؤكدها أسانيد الإجازات العلمية في تمبوكتو وغيرها من المدن، وما ذلك إلا بسبب الموقع المتميز لموريتانيا في جغرافية الساحل. الأبعاد التي يحملها العنوان أشبعتها كوكبة من المفكرين والمتخصصين في قضايا منطقة الساحل بحثاً ونقاشاً، وركزت على البعد الاستراتيجي والسياسي لموريتانيا والمنحى الاجتماعي والتواصلي والجانب التاريخي والبعد الثقافي، وعقبت على كل هذه المحاور نخبة من الأساتذة والمفكرين. أعمال الندوة حضرتها شخصيات سياسية ودبلوماسية وعلمية وبعض المهتمين بشؤون منطقة الساحل. ملان فنصل إلى جديد المال والأعمال مع